رئيس كتلة النهضة بالمجلس التأسيسي صحبي عتيق لا يستبعد إمكانية سحب الثقة من رئيس الجمهورية المؤقت في حال تشكيل حكومة مصغرة انطلاقا من امتحانات حكومة مصغرة من الكفاءات. خدها ولا علينا دي ولا ايه دي؟ البتاع اللي انت ايه؟ البتاع اللي انت عملتها ببقك دي مش علينا دي ولا ايه البتاع اللي انت بتقول ايه يا ابني انت؟ كيلي حكومة مصغرة انطلاقا من امتحانات الحاجات اللي انت عملت. هو المذيع المذيع اللي عملها لك ولا انت اللي عملتها للمذيع ولا المذيع هو اللي جالك؟ هو مش مذيع ولا بيشتغل ايه المذيع ده مرسي ولا عمل ايه ده؟ ايه يا نهار اسود ايه ده يا جدع ده؟ الواد منصور مال ما بيجمعش. ايه ده السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها؟ مخه بقى فافاه وجزمته بقت في دماغه. مش انت ليه